قول لي بتفكر في ايه؟ ايه اللي في بالك؟ مفيش حاجة. لا في، قلت لك مفيش حاجة. اهدى خلاص، كلامي ما عادش يلد عليك. جبرية مش عايز لت ولا عين، ها؟ مش عايز مشاكل. الراجل في المستشفى. أنا بعمل مشاكل على إيدك؟ أنا جيت عشان أعمل الواجب، لا هشيت ولا نشيت من ساعة ما جيت البيت. على فين؟ هقعد تحت. اتخنكت من الأوضة ولا متحرج علينا ما طلعوش منها؟ جبرية ما تخافش، مش هتكلم. هقعد كببة، لا راس ولا رقبة. حلو كده؟ ايه المرار الطفح ده؟ اديني مشيت. اعوذ بالله. ادخل. مساء الخير كريمة. خير يا كريمة؟ خير إن شاء الله. أنا قلت أجي أتكلم معاك كلمتين بس، كنت مستنية الست جبرية تخرج. قعدي قعدي. خير؟ والله ما أنا عارفة أبتدي منين ولا عارفة حتى أقول إيه. ابتدي زي ما أنت عايزة. أخوك عبد الله، أنت عارف وأنا عارفة إن هو تعب قوي في حياته عشان الحاج الكبير مات وهو غضبان عليه عشان هو اتجوزني. وإيه لازمة الكلام ده دلوقت؟ له لازمة يا زي عبد الحكيم. واللي بينك وبينه واللي أنت حطه في دماغك أنا عارفة إن أنا السبب فيه. مش عارف كده. معلش خليني أكمل كلامي وبعد ما تسمعني يبقى أقول كل اللي أنت عايزه. أنا وعبد الله لما سيبنا البلد وجينا هنا على مصر اتمرمطنا آخر مرمطة، وياما شلنا طين وطوب وتراب على راسنا، وجت علينا ليالي كنا بننام على الرصيفة في الطل، وانا اقول له يا عبد الله سيب البلد وروح لدارك والاهلك والمالك والورثك، وهو يقول لي لا ابدا انا مش هخش البلد غير وانا عامل عبد الله عشان ما احسش ان ابويا كان عنده حق لما غضب عليا. ست كريمه معلش سيبني اكمل وبعد كده قول اللي انت عايزه. طبعا اللي حصل لنا ده لا كان على البال ولا على الخاطر ولا في الحسبان، فقلت اما اجي اكلمك. طبعا انت مش هيرضيك، ولاد اخوك دمك ولحمك وعرضك يتمرمطوا ويتبهدلوا لو لا قدر الله عبد الله جرى له حاجه، عشان كده قلت اما اجي اتكلم معاك. ولو كنت انا اللي بينك ما بين عبد الله ما تعملش حسابي، ما تعملش حسابي خالص، اعتبرني مت ماليش لازمه بالحياه. طمني انا هعمل اللي انت عايزاه. تعاشمي فيك يا سعد الحكيم. انا قلت برضو لا يمكن الكبير يسيب اخوه في زنقه زي دي ولا بنات اخوه. ان شاء الله خير. استغفر الله. تسلم لينا يا كبير. هستأذن انا. تفضل. خيرك يزيد فضلك يا رب. ربنا يقومك بالسلامة يا عبد الله يا اخويا. انت قاعده هنا وما انتش دريانه باللي بيحصل؟ خبر ايه؟ اهل حصل
المارة النباشة كريمة دخلت على جوزك لفته وهيعمل كل اللي هي عايزاه. انت بتقول ايه؟ الدب اياك. زي ما بقول لك كده، دخلت عليه دخلة صح لفته تحت باطها. كده روحها فين يا ولية؟ عايزاه يجولني وصلنات عليه. يا جالي كده خلينا نفكر وهنعمل ايه. عملها اسود ومهبب على راسها، عايزه تخش وتكوش، وطبعا اللي هتلهفه هتدي لبناتها يتصرمحوا بيه. اعوذ بالله من بناتها، خصوصا العقربه اللي اسمها ريتال دي. انا هو انت هو، اما كانت عايزه الواد ابنك وزج عليه بنتها. بنت مين اللي تتجوزوا؟ ده انا كنت قطعت رقبتهم عشان تبقى لها فات كل حاجه. هي خدت اللي عايزاه من عبد الحكيم، والبنات ياخدوا الرجاله باللي وراهم. على جدتي وروحك صد روحها.